النتيجة مش خايبة صحيح، ما أنت اليوم تروح بوان كان نجم يكون يلا حتى بوان مش خايبة. شكرا لك كمون عليك كما شفتوا بريمير ميتون معناتها كنا دخلنا مقابلة كما يلزم، من بعد ولينا شوية على أعصابنا بعد البيلاندي وبعد البونتو والأربيتر بريس خرجنا من اللعبة، مي ديزيام ميتون صلحنا روحنا وكما شفتوا ديزيام ميتون عملنا ديزيام ميتون باهي. رجعنا في المقابلة كان نجم نزيدوا هدف ثاني ما يلا غلب معناتها نقطة ما تنجمش تكون إيجابية قدام جمهورنا في الميدان بتاعنا. ما طبعا نقاط الآن على الفريق يوسف صحيح أنا ما زالت البطولة طويلة ما زالت إن شاء الله جاي خير إن شاء الله. خلينا فرحانين وخلينا نطمنوا على مستقبل النادي. بالنسبة للاعبية اللي دخلوا كلهم جدد على النادي حبينا ندخلهم في دي كونديسيون خير من اليوم دخلوا وحسينا فما تأقلم هذاك هو المطلوب. نتصور انه كما قلت يعني تشوفوا على الانسومبل تاع الماتش بالنسبه للنادي سفيقس نجم يكون نبنيو عليه لانه كما قلت مجموعه تبدلت تما خمسه ملاعبيه خرجوا اساسيين. ان شاء الله نقولوا لقينا الحلول ان شاء الله في الجولات القادمه ما نزيدش نضيعوا نقاط خير. دانيس بوجلبان لان السبع نقاط على النادي الافريقي انت كيفاش بتشوف مسيرة نادي سفيقس قبل ايام في البطوله؟ عادي كنا قبل اخر جورني كنا سبع نقاط، اليوم لعبنا ضد ليتوال كونكيران ديريكت وفريق بيان سور قبلنا في الترتيب وعنده لي زاتو نتاعو. اليوم مازلنا نلعبوا من اجل اللقب، ما عندناش باش نقولوا بعدنا، لا باش نقعدوا ديما نخدموا. نتذكروا الناس كل 2004 نادي سفيقس قبل ثلاث جورني كنا بعاد على النجم الساحلي بخمسه نقاط وهزينا البطوله تلعب لاخر لحظه. مازالوا اليوم لعبنا ماتش مازالوا 14 دونك مازال برشا وقت برشا كوره يلزمنا ما عادش نضيعوا النقاط. مازلنا اكيد يلزمنا نحاولوا انه في الفتره القادمه نكونوا احسن بلي بيرفورمون ونحاولوا نسجلوا الاهداف ونماركيو وننتصروا. فهم شيء Et puis j'ai su que la 20e minute, les autres temps, j'étais sur la route. J'ai suivi les informations radio du voiture, mais ça va quand même. J'ai vu les matchs, j'ai vu les dernières minutes. Mais pour moi, j'ai fini comme ça. Il manquait que l'organisation au niveau du milieu du terrain et la finition au niveau de l'attaque. Mais c'est une bonne équipe, c'est une bonne championnat aussi. C'est un championnat rythmé, physique, techniquement et tactiquement. C'est vraiment bon. المباراة وكذلك غضب من نجم نادي الساحلي. والله الغضب لازم يكون من نادي سفيقسي لأن الحكم كان قدم مقابلة كبيرة كحكم رئيسي، لكن المساعد نتاعو بصراحة مع القرار اللي خذاه في الهدف اللي ما فماش منه وما شافه كان هو كرة ما دخلتش واضحة عيني عينك، معناتها الناس كل شافتها يجي هكاك يعطي معناتها هدف ما حاجته بيه حد هالحاجات هذه وهالمزايا هذه. الكرة ماهيش هكا، ماذا بينا نراو كورتنا معناتها في مستوى آخر. وقلنا اللي الناس لازم تحمل مسؤوليته وقت اللي إنسان يكون مساعد حكم لازم يعاون الحكم مش يجي يولي غالط الحكم ويظهر السيد هذايا زاد ماهوش على حسن نية الشيء اللي عمله اليوم على سوء نية واضح باش يعني الهدف هذايا اللي عمل الفاليداسيون تاعو ماهوش حاجة باهية للنادي الصفاقسي ولا للنجم الساحلي وغير مجرى المباراة وغير النتيجة وهذا اللي ما نحبوش نراوه. شفتوا معناتها ماذا بينا ما يوقعش الاحتجاجات ونحبوا الجماهير ترجع ونحبوا الجمهور اليوم يكون معناتها في المستوى. اليوم شفنا شوية معناتها خرجت المباراة على إطارها نظرا للشيء اللي شافوه الناس والشيء اللي ماهوش مقبول. ولو احنا معناتها انا نشكر الجماهير نادي صفاقس اللي ساندت فريقها وعملت معناتها مجهود كبير في المسانده حتى لاخر لحظه، لكن زاد نستنكروا ان الناس اللي ترمي القوارير ولا تعمل الحاجات هذه ماهوش هذه الكوره وما نحبوش كورتنا نراوها المناظر هذه في ملاعبنا مهما يكون. معناتها نحبوا ديما كورتنا نظيفه، كورتنا معناتها تصرفات الجماهير تكون في مستوى الحدث وما ندخلوش في المتاهات هذه. الدربالي النادي الصفاقسي اليوم ربح نقطه ولا خسر نقطتين حسب رايك؟ خسر النقطتين اليوم ليتوال سرقت منها نقطتين وروحت. كي تشوف معناها البونتو ما نتصورش كانوا البونتو نتاعهم بلانتي نتصور اللي ما تم 19
والحمد لله رجعنا في الماتش وعدلنا وكنا نجمو نركيو الثاني وراه هبطوا الأبطال مكتبش ربيع الحمد لله على النقطة اللي خديناها هكا. يزيد 7 نقاط الآن على النادي الفريق. مازال 7 نقاط مازالوا 14 ولا 13 ماتش مازال معناها مازال باركور طويل وإن شاء الله ربي يوفقنا في الماتشات الجاية إن شاء الله. زياد زياد اللاعب الوافد الجديد في النادي الأهلي الصفاقسي أول مباراة ليك مباراة سخونة كونتر النجم الأهلي الساحلي زياد كيف عاش المباراة؟ ولا نقول لك يمكن صحيح أول ماتش مع سي إس إس مي ماتشات هذوما مستانس بيه معناها قعدت في الكلوب قبل ونعرف معناها الماتشات الكبار كيفاش تحضر كيفاش كل شيء. وكاو ملقيت حتى صعوبه من السفيرس معناها في الاندماج في الجروب ولا مع الاولاد ولا كل شيء. تزيد زياد تيشت نجم توعد حبين النادي هذا السفيرس ان شاء الله معناها نعدي السيزون باهي في الشامبيون ان شاء الله في الشامبيونز ليغ معناها نحاول نمشي للماكسيموم باش يكبروا طموحهم ان شاء الله نعمل حاجه باهي ان شاء الله. احنا كذلك نتمنى لك حظ موفق.